السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصو المرحلة الثالثة، يعني الفرض الأول في الدورة الثانية، مادة النشاط العلمي بخصوص المستوى الخامس ابتدائي، وهذا غادي يكون نموذج رقم واحد دائما برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري على اليوتيوب. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم في القناه، اللي غادي تلقى فيها الدروس، غادي تلقى فيها الفروض، وغادي تلقى فيها كذلك الامتحانات الاشهاديه. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، واللي ديجا مشترك يزيد يبارطاجي القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالو باش توصل لاكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. هذا الفرض غادي يكون بسيط جدا، فيه 4 ديال لي زاكتيفيتي، 3 ديال لي زاكتيفيتي اون اغاب، اي واحد لاكتيفيتي بالفرونسي. دونك غادي نبداو على بركة الله. لاكتيفيتي الاول اللي هو اون فرونسي، كومبليت بار هوموجين سوليسيون سكر. هوموجين اللي هي متجانس، سوليسيون اللي هو محلول، سكر اللي هو السكر. Donc, pour préparer une de sucre, je dissous le dans l'eau. J'obtiens une solution claire, c'est un mélange. Donc, pour préparer, باش نحضرو شنو؟ باش نحضرو محلول السكر. صافي، باش نحضرو محلول السكر يعني باش نحضرو une solution de sucre. Une solution, donc solution. D'accord. Une solution de sucre, je dissous le. يعني كندوب السكر فين؟ في الماء. Donc, le sucre dans l'eau. Donc, je dissous le sucre dans l'eau. J'obtiens une solution claire. Ahsolu ala mada? Ala wahed al-mahloul li huwa wadih. Clair. C'est un mélange. Huwa wahed al-khalit. Malo? Khaliton mutajanis. Homogène. Homogène. Khaliton mutajanis. Homogène. Pour préparer une solution de sucre, bach nhatro واحد محلول السكر. جو ديسو لو سكر دون لو، كندوب السكر في الماء. جوبتيان اون سوليسيون كلير، كنحصل على واحد المحلول اللي هو واضح. سيت ان ميلونج هوموجين، هو واحد الخليط اللي هو متجانس. صافي، واحد خليط متجانس، يعني خليط متجانس. ان ميلونج هوموجين هو خليط لا يمكن التفريق ما بين مكوناته. دابا خليط الماء والسكر ملي كنحركو مزيان، كيدوب داك السكر في الماء، ما كيبقاش نفرقو فين هو السكر فين هو الماء، كيبان لنا على شكل محلول صافي وواضح، هو محلول متجانس. صافي، ندوزو الان للنشاط رقم 2. اضيف ملحا خشنا وملحا ناعما الى الماء في كأسين مختلفين ثم احرك الخليطين. اذا عندي ملح خشن وملح ناعم، نديرو جوج ديال المحاليل، عندي هنايا وهنا. هنا غادي نضيف ملح خشن، ملح خشن معناه الملحة غليظة، وهنا غادي نديرو ملحا ناعما. صافي، ملحا ناعم، ملح ناعم، ناعم معنى ديال الملح ناعم، بحال الملح اللي الملح ديال الطعام، ملح ديال الطعام هو ملح ناعم، يعني حبيبات صغيرة جدا. صافي، مزيان. إذا ثم أحرك الخليط، من بعد ملي غنضيف هنايا الملح الخشن ونحرك، هنايا الملح الناعم ونحرك، أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة. عندي ثلاثة ديال الجمل، غنشوفو شكون هي الصحيحة فيهم. سيذوب الملح الخشن بشكل أسرع، الملح الخشن غيذوب بشكل أسرع، يعني هاد الملح الخشن هنايا غادي يذوب في واحد الوقت أقل من هاد الملح الناعم. واش صحيح ولا خطأ؟ سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع، الملح الناعم هنايا غادي يذوب بشكل أسرع مقارنة بالملح الخشن. سيذوب كل من الملحين بالسرعة نفسها. العبارة الثالثة كتقول بأن هاد الملح الخشن والملح الناعم غادي يذوبوا في نفس التوقيت. العبارة الصحيحة وهي العبارة الثانية، وغادي نديروها علامة هنا. علاش؟ لأنه القد ديال الحبيبات، إلا رجعتوا للدرس غادي تعرفوا بأنه القد ديال الحبيبات مهم جدا في عملية الذوبان. كل ما كان القد ديال الحبيبات صغير، كل ما كانت سرعة الذوبان أكبر. مفهوم؟ يعني هنا ملح الناعم غادي يكون أسرع مقارنة بالملح الخشن من ناحية الذوبان، وبالتالي سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع مقارنة مع الملح الخشن. ندوزو النشاط الثالث، انتبهوا معي. دان أصل بخط البطاقات المناسبة. إذا عندي هنايا البطاقات، عندي التبخر، ترشيح، التصفيق. إذا بالنسبة للتبخر والترشيح والتصفيق هما تقنيات كيمكنوني من فصل مكونات، إما الخلائط المتجانسة
التي لا يمكن التفريق ما بين مكوناتها، أو لا الخلائط الغير متجانسة التي يمكن التفريق بين مكوناتها. مزيان، إذا التبخر واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للترشيح، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للتصفيق، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للتبخر، وتقنية كتمكننا من فصل مكونات خليط متجانس، وهنايا هاد الثلاثة ديال العمليات هنايا اللي كتبين الخليط المتجانس هي دي فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه. بحالاش؟ بحال السكر والماء، السكر صلب غادي يذوبلي في الماء، وبالتالي خصنا التبخر، عملية التبخر أو التقنية ديال التبخر باش يمكننا نفصلوا المكونات ديال هاد الخليط. دابا ندوزو للترشيح، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ طبيعة الحال هو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هذه كيكون عندنا أجسام عالقة في هذا الماء، وغادي نفصلوها باستعمال ورقة الترشيح، يعني باستعمال تقنية الترشيح، مفهوم؟ إذن الترشيح وهو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه. بالنسبة للتصفيق، ندوزو للتصفيق، هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، هي عملية التصفيق. التصفيق هي العملية ديال اللي كتمكننا من فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، مثلا الماء والزيت، غنفصلو الزيت عن الماء. مزيان، إذا التبخر هو فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، الترشيح هو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه، التصفيق وهو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه. غادي ندوزو الآن للنشاط الرابع وهو النشاط الأخير في هذا الفصل، والنشاط كيخص صحيح أو خطأ، أو الإجابة بصحيح أو خطأ. أجب بكتابة صحيح أو خطأ، يعني هنا عندي العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. وزن جسم هو القوة التي تطبقها الأرض عليه، الوزن ديال الجسم هو واحد القوة كتطبقها الأرض عليه، وهي هذه القوة هذه هي قوة الجاذبية، جاذبية الأرض. وحنا قلنا بأنه هناك فرق ما بين الوزن والكتلة، الكتلة هي كمية مادة واحد الجسم، بينما الوزن هو وزن الجسم، يعني قوة تطبقها الأرض عليه، وبالتالي هنا هي عبارة صحيحة. صحيح، يمكن للماء أن يذيب جميع المواد، هذه العبارة هذه خاطئة، هذه العبارة خاطئة، لأنه الماء بطبيعة الحال ميمكنش يذوب جميع المواد، حيث أن الماء ميمكنش يذوب الصابل يعني الرملة، ميمكنش يذوب مثلا الحجر، الحصى، إذا الماء لا يمكنه أن يذيب جميع المواد. يمكن تسريع الذوبان بالتحريك ورفع درجة الحرارة، إذا تسريع الذوبان، دابا واحد الجسم بغينا نذوبوه في الماء، غنسرعو الذوبان ديالو بالتحريك، إلا كل ما حركت كل ما كيذوب دغيا، ولا برفع درجة الحرارة يعني بالتسخين. نعم صحيح، إن التسخين والتحريك هما عوامل لتسريع الذوبان. العبارة الأخيرة، كتلة خليط متجانس تختلف عن مجموع كتل مكوناته، كتلة ديال الخليط متجانس كتختلف عن مكونات أو المجموع ديال الكتل مكوناته. مثلا بغينا نصاوبو مثلا واحد الكيك، واحد الحلوى مثلا، يعني الكتلة ديال الخليط ديال هذا الكيك ماشي هي المجموع ديال الكتل ديال المكونات ديالها، ديال المقادير اللي صغبناهم به. هنا عبارة خاطئة، لأن يعني الكتلة بطبيعة الحال تنحافظ، مثلا كان عندنا الخميرة، كان عندنا الدقيق، كان عندنا الزيت إلى غير ذلك، الكتلة هذه المكونات هذه هي نفسها كتلة الخليط. وحدا موفقة للجميع، وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناة التربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.